تحتفل وزارة التنمية المحلية بتخريج 30 من الكوادر من 19 دولة إفريقية ممن تلقوا دورة التنمية المحلية واللامركزية التي نظمتها الوزارة. للمزيد تنضم إلينا من مقر الاحتفالية الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. إليك شيرين. بالفعل بتحتفل وزارة التنمية المحلية اليوم بتخريج 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية ممن تلقوا الدورة التدريبية تحت عنوان التنمية المحلية واللامركزية والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية هؤلاء المتدربين من الدول الأفريقية. هذه الدورة التي نظمتها مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي أفريقيا انطلقت في 23 من نوفمبر الماضي وبتستمر حتى 5 ديسمبر الجاري، وتناولت العديد من المحاضرات التي ناقشت قضايا اللامركزية المالية والاقتصادية وأبعادها، وكذلك أيضا تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وأيضا تحقيق مفهوم التنمية المستدامة ومتابعة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور التنمية المحلية في هذا الصدد، وكذلك أيضا تنمية المهارات الإدارية. كما تم أيضا خلال هذه المحاضرات استعراض التجارب الناجحة للدول الأفريقية ولا سيما تجربة مصر في تحقيق التنمية المحلية، كل ذلك من أجل تحقيق أو إيجاد إدارة محلية قادرة على تنفيذ احتياجات المواطنين وتحقيق المشاركة الديمقراطية والاجتماعية وتحقيق أيضا الرضا الشعبي عن الخدمات المقدمة، ويعني بحيث يكون المستوى المركزي متخصص في إدارة المواضيع الاستراتيجية وكيفية إدارة المال العام بأفضل طريقة، كل ذلك في إطار نظام الحوكمة وتحقيق الشفافية والتنمية. هذه الدورة التدريبية التي استمرت على مدى تقريبا أسبوعين تضمنت أيضا مجموعة من الزيارات الميدانية للعديد من المشروعات الاقتصادية الواعدة في مصر مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أيضا مجموعة من الأماكن السياحية مثل الأهرامات وشارع المعز، كل ذلك للوقوف على مدى التقدم الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية والحالية. أيضا هذه الدورة بتأتي ضمن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وهي ترف أو بيتم تلقيها لأول مرة وتنظيمها لأول مرة من جانب وزارة التنمية المحلية. دقائق ويبدأ الاحتفال بتخريج هذه الدفعة، وسنتابع معكم على الخدمات الإخبارية التالية. بالعودة إليكم استوديو مرة أخرى. شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.